وفي مدينة السلام بالقاهرة أيضا تابعت كاميرا إكسترا نيوز فعالية تنفيذ مؤسسة حياة كريمة لمبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة. المزيد والرسالة مع الزميل أحمد نبيل. ب210 جنيهات يتم إخبار الناس في مناطق كثيرة من محافظة الجمهورية عن سعر كيلو اللحم البلدي الذي تقدمه مؤسسة حياة كريمة عبر منافذها المختلفة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. تلك المبادرة التي تواجه جشع التجار من خلال تقديم لحم بلدي بجودة عالية وبسعر منافس. الأمر لا يصل إلى تخفيض 10 أو 20 أو 30%، ولكن يتخطى حاجز النصف إذا ما قرنا بأسعار كيلو اللحم عند الجزارين، والذي يتغطى في غالب الأحيان 400 جنيه. ما لاقى القبول والإقبال الكثيف على مدار الساعات الماضية من محدودي ومتوسط الدخل من المواطنين هنا في محافظة القاهرة، وكذلك يتشابه الأمر في كثير من النطاق والمناطق التي تتمركز فيها منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة. وكذلك الدواجن واللحوم تقدم بأسعار مخفضة. تدريجيا تنتشر هذه المنافذ لتشمل كل محافظات الجمهورية لتحقيق الغاية من هذه المبادرة، والغاية الأشمل في النهاية وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو فكرة تغيير الحياة تدريجيا عند هؤلاء المواطنين لتصبح الحياة من قبل أوجه الدعم المختلفة المقدمة من المؤسسة حياة كريمة بالفعل يتلقاها المواطن في مناطق وأماكن مختلفة من محافظات الجمهورية.